اننا ندرك تمام الادراك حجم التحديات التي تواجهها الصناعه الوطنيه التي عانت من انعكاسات توالي الاضطرابات العالميه ولذلك عملت الحكومه على بث ديناميه كبيره في القطاع لا سيما من خلال بنك المشاريع الصناعيه واحداث صندوق دعم الابتكار الذي عرف نجاحا كبيرا منذ احداثه سنه 2023 كما تم إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية على غرار ميطاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء وخلق 22 منطقة جديدة للتسريع الصناعي بتمييز الجهات ومنح أزيد من 20 مليار درهم للمقاولات في متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من هذا ولأنها تمثل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني سيقدم الميثاق الجديد للاستثمار تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة قيمتها ما بين مليون وخمسين مليون ديال الدهم ومن بينها المقاولات الصناعية <applause>